والله غلا صباح الخير، تونا طالعين من صلاة الفجر ودي أسمعك ثلاث سنابات. تبي تكون نفاق، تبي تكون مثالية، أنا مستعد لهذا التعليق، ولكن والله ما قلت هالكلام إلا والله محبة. صلاة الفجر يا جماعة الخير، يمكنكم سمعتوا كلام عنها كثير، صلوا الفجر قوموا وفي بركة في ساعة رزق، ولكن أنا أقول لك إني لا بداعية ولا بشيخ ولا طالب علم، وأتمنى أني أكون منهم، ولكن والله العظيم إني رأيت رزقي وسعة صدري وبركة بالوقت وبركة بالمال بشكل ما تصور، بس بقومتي من السرير أروح المسجد أصلي وأرجع أنا، علما أن بعض الأحيان أو كثير من الأحيان تروح نوم تروح علي، ولكن إني عاتب روحي وأقول بكرة إن شاء الله بقوم، ما قمت بكرة أقول إن شاء الله لازم بعد بكرة لازم أقوم وأنا ما صليت، يعني أشغل نفسي بالموضوع ده، يعني ما يروح خلاص نمت اليوم أي خلاص وتعود وابتل على المود أني أنام متى ما قمت أصلي الفجر، لا أحاول قدر المستطاع كل ما قمت أزعل على روحي وراي ما قمت أصلي الفجر بالمسجد وعاتب وأعد روحي أني بكرة بقوم وزيها، يعني واحد لا يقول أني خلاص عودت نفسي وريد أني لا قمت أصلي الفجر بجنب سريري وأكمل يومي، فهذه عادة سيئة بكثير من الناس. المفترض انك تعاتب روحك وكل يوم توعد روحك انك تقوم الفجر وتروح تصلي مع الجماعة، غلط انك تستمر على الخطأ اللي انت به، وما سواء تجمع الصلوات ولا تصلي الفجر متأخر، وتراي مثل ما قلت لكم لاني داعي ولا بشيخ، ولكن خاطر احب اني اقوله لكم.